أهلا بكم. كشفت هيئة النزاهة الحكومية لمكافحة الفساد أنها أصدرت 58 أمر اعتقال لمسؤولين حكوميين فاسدين كبار، كما طلب مجلس القضاء الأعلى من مجلس النواب رفع الحصانة عن عدد من أعضائه على خلفية قضايا فساد حكومي كشفتها لجنة مكافحة الفساد. وكانت قوة أمنية من لجنة مكافحة الفساد قد اعتقلت رئيس حزب الحل جمال كربولي وأحد أقاربه على خلفية اتهامات بفساد ضمن حملة أمنية حكومية قالت الحكومة إنها تستهدف الفاسدين الحكوميين. ويؤكد الناشطون العراقيون ومعظم الرأي العام في العراق أن الحملات الحكومية على الفساد الجارية حاليا لا تخرج عن كونها مجرد دعاية انتخابية بدأها العباد قبل عدة سنوات ولم تثمر عن أي نتائج جدية بسبب تغول الفاسدين ووجود المظلة السياسية التي توفر لهم الحماية. حقيقة الحملة الحكومية على الفساد في العراق وآفاقها في النجاح وكبح جماحه هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل ثمة جدية في الحملة الحكومية ضد الفساد الذي يفتك بالدولة العراقية منذ 18 عاما؟ ولماذا لم تثمر هذه الحملة المكررة ضد الفساد والفاسدين عن أي نتائج ملموسة أو تكبح جماحه على الأقل؟ وما علاقة اقتراب الانتخابات البرلمانية القادمة بما يسمى الحملة الأمنية لملاحقة الفاسدين والفساد؟ وهل فعلا التصدي للفساد الحكومي أشد صعوبة من الحرب على تنظيم داعش كما يقول العبادي؟ وكيف للفاسدين الحكوميين اجتثاث غول الفساد الذي ينخرطون وشركاؤهم في دهاليزه منذ 18 عاما؟ ضيف طاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني عبد السلام الطائف. أين تبدأ مكافحة الفساد في العراق وأين تنتهي ومن يتولى المهمة؟ إذا كان الفساد هو أساس العملية السياسية وقاعدتها الرئيسة حتى أصبح بعد عدة سنوات متجذراً في المؤسسات ومكافحته تستوجب اقتلاع كامل العملية السياسية، ورغم الواقع الذي يدركه جميع السياسيين يحاول رؤساء الحكومات المتعاقبة إظهار أنفسهم حريصين على مكافحة الفساد فيشكلون اللجنات والهيئات الموكلة بهذا الأمر، ولكن لم يثبت أن اعتقل مسؤول حكومي نافذ منذ عهد المالك حتى عهد الكاظمي. لجان النزاهة والرقابة والتفتيش أصبحت عبارة عن مركز إحصاء لصفقات الفساد ومبالغها دون أن تقوم بواجبها التنفيذي. حدث ذلك في عهد عادل عبد المهدي عندما حمل شعار مكافحة الفساد فإذا بحكومته تضم شخصيات متهمة بقضايا فساد واختلاس أموال وأخذ رشاوى. جاء الكاظمي بالشعار ذاته وأطلق عدة حملات للقضاء على الفساد، لكنها طالت الشخصيات الصغيرة حيث قدمت كأكباش فداء لتلميع صورة الكاظمي، ومن ثم تم إطلاق سراحها بعد مساومتها على دفع مبالغ معينة. أما الشخصيات النافذة المرتبطة بالميليشيات فما زالت في المناصب الخاصة والمهمة وتتحكم بمفاصل المؤسسات وتعقد الصفقات وتمارس عمليات التهريب وتفرض الأتاوات على التجار دون أن يتجرأ الكاظمي على إقالة أحد من الفاسدين النافذين أو محاكمته. القضاء على الفساد لا يمكن أن يتم على يد حكومة وضعها الفاسدون ولا في ظل دولة توجد فيها دولة فساد عميقة. نهاية الفساد تبدأ مع رحيل العملية السياسية وفتح معركة وطنية شريفة ضد عقلية الحكم التي ابتلي بها العراق منذ عام 2003. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في حقيقة الحملة الأمنية على الفساد في العراق وآفاق نجاحها. أضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، وسيكون معنا عبر سكايب من العاصمة السويدية ستوكهولم أستاذ علم الاجتماع الدكتور عبد السلام الطائي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا.
حياكم الله. نبدأ مع دكتور، أهلا وسهلا دكتور عبد الحميد العاني. دكتور، ما أن انطلقت هذه الحملة ضد الفاسدين واعتقال أيضا عدد من شركاء العملية السياسية بتهم الفساد، رئيس حزب الحل وطبعا عدد من أقربائهم، حتى انبرى الناشطون ومعظم الرأي العام في العراق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للتشكيك والسخرية من هذه الحملة الحكومية على الفساد، واعتبروها أنها جعجعة إعلامية فارغة بدون أي أفق للنجاح، ولن تكون لها أي نتائج ملموسة، وهي دعاية انتخابية ليس إلا. لماذا برأيك هذا التشكيك أو السخرية من هذه الحملة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وحيك وجميع المشاهدين الكرام والضيوف الأفاضل. لأنها ليست المرة الأولى، ببساطة، بكل بساطة، ليست المرة الأولى التي يعلن عن حملة ضد الفساد وضد الفاسدين، ولا أول مرة يرفع مثل هذا الشعار، ولا أول مرة ينفذ مثل هذه الإجراءات التي هي شكلية وليس لها آثار حقيقية على ملف الفساد الحقيقي. إنما تنحصر هذه المسائل في إطار الصراع داخل هذه العملية السياسية، صراع الشركاء المتشاكسون فيما بينهم وتنافسهم لنيل المنصب، منصب الأفسد. يعني هم يتنافسون فيما بينهم من أجل أنه من منهم يحصل ويرتقي إلى مرتبة الأفسد. فهذا نوع من أنواع التسقيط السياسي فيما بينهم والتنافس حول هذه المناصب التي اتخذوا منها مظلة وستارة لممارسة بقية الملفات وملفات الفساد ونهبهم لأموال المال العام فضلا عن الخاص. والمجتمع العراقي يلاحظ منذ 2003 إلى الآن طيلة المدد الماضية الحكومات ترفع شعارات ضد الفساد، لكن ملف الفساد في تطور وتنامي، والواقع الذي يشهده الناس في الضد من هذا الأمر. يعني المستويات الفساد تتصاعد، رصيد هؤلاء الفاسدين ترتفع يوما بعد يوم، والمستوى الشعبي، مستوى الخدمات الناس وكل الملفات الأخرى في تدني، فنسبة البطالة تتزايد، الخدمات تتضاءل، الأمن يوما بعد يوم يزداد فقدانه، وقس على ذلك كل الملفات، لأنه هذا الملف، ملف الفساد، هو من أخطر الملفات. نعم. لأنه يتعلق بكل الملفات الأخرى سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية، فضلا عن الأمور الخدمية التي تتعلق بمصالح الناس اليومية في شتى نواحي الحياة. نعم دكتور رافع الفلاحي، يعني هناك من يقول خاصة من أنصار السلطة ويعني مؤيديها أن هذه الحملة الجارية الآن على الفساد الحقيقة حملة جدية، حملة تختلف عن سابقاتها من الحملات التي أطلقت لملاحقة الفساد في العراق ومحاولة لجمة، لأنه وصل إلى مستويات مخيفة. حكومة الكاظمي حسمت أمرها بالتصدي للفساد، والمعركة الآن معركة صفرية، إما الفساد وإما الدولة. فعلا ترى الأمور هكذا؟ حياكم الله أستاذ ماجد، وحيا ضيوفك الكرام، أهلا وسهلا. بداية لابد من الذهاب إلى التعريف الأوسع والواسع للفساد لكي نعرف هل أن حكومة الكاظمي يعني جادة في تعاطيها مع الفساد، في مكافحة الفساد أم لا. الفساد في تعريف العام هو إساءة استخدام السلطة العامة لأهداف غير مشروعة، عادة ما تكون سرية طبعا، لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الشعب وحساب كل مصالح الوطن. والفساد السياسي يسهل الفوضى، يسهل النشاطات الإجرامية مثل تجارة السلاح، تجارة المخدرات، تجارة بالأعضاء، الدعارة، كل هذه يسهلها. وهذه كلها الحقيقة متوفرة مع الأسف الشديد في العراق بشكل كبير جدا، وهي الطاغية في يعني في وجودها داخل كل مفاصل الحياة العراقية. هذه واحدة. القضية الأخرى، أنت تحتاج إلى، لكي تكون قادر على مواجهة الفساد، تحتاج إلى نظام وطني يمتلك إرادة مستقلة، إرادة سياسية مستقلة
يعني تؤمن بمواجهة الفساد، وأيضا تتحول هي إلى نموذج من النزاهة، هذا غير متوفر. غالبية حكومة الكاظمي متهمة بأنها فاسدة، والكثير وكثير من الأحاديث وكثير من القصص حول المسؤولين فيها. يعني ربما علي أن أتحدث في هذا الموضوع عن تجاهل الفساد. طبعا لابد من القول أولا أن الفساد لا يقتصر على العراق، يعني الفساد موجود في كل العالم، لكن العراق تميز به خلال 18 سنة الماضية. العراق من بين الدول الأكثر فسادا في العالم بشهادة منظمة الشفافية الدولية، وهذا يثير كثير من الأسئلة. لماذا العراق هذا صاحب الثروات الكبيرة، صاحب التجارب العميقة، الحضارة بهذا الشكل المغرق، مع أنه كل العالم يساعده، مع أنه أمريكا تقف معه، مع أن الغرب يقف معه ويقولون تجربة جديدة، كيف يمكن لتجربة أن تقوم على الأرض وتكون نموذج وهي تجربة فاسدة وخربة والفساد ينخر فيها؟ لا يمكن ذلك. لذلك دائما ما نذهب إلى التجارب اللي موجودة في العالم، وأكبر تجربة ممكن أن نذهب إليها ونضعها مثال أمامنا هي التجربة في سنغافورة. هذا البلد الجزيرة الصغيرة الآن اللي هي تحتل المرتبة الثانية، الثالثة أو الثانية في العالم من حيث من أهم المراكز المالية في العالم. الآن ميناء سنغافورة هو الميناء الخامس بالعالم من حيث النشاط. البلد واحد من الدول المتقدمة تكنولوجيا وصناعيا، مع أنه كان لحد الستينات، بداية الستينات، بلد منخور بالفساد، لكن جت حكومة وطنية برئاسة لي كوان يو. هذا الشخص حكم سنغافورة 30 سنة. فمن البداية قال أنه في سنغافورة شيئين مهمين، فقر وفساد، مثل ما في العراق. فقر وفساد، يجب أن نحارب الفقر والفساد بالتوازي. ومحاربة الفساد تبدأ من عبارة من أين لك هذا. لذلك بدأ يطبقها، يمتلك إرادة وطنية والشعب معه، بدأ يطبقها على كل المسؤولين. أولا حاسب رئيس الجمهورية، وضع رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، هو وعائلته وأقاربه، وسألهم من أين لكم هذا، الوزراء كلهم. فبالتالي خلق نموذج غير، يعني غير، هذا النموذج لا يخاف من أي مسؤول مهما كان مستواه. فبالتالي وصل إلى نتيجة، قال إذا أنت ردت شكل حكومة جديدة في أي بلد بالعالم، فعليك لابد أن تسلم المسؤولية فيها إلى أشخاص جديرين بالمناصب. ولذلك دكتور اسمع لي، حتى لا الحقيقة الوقت ضيق والاستشهادات تأخذ معنا وقت، الكاظمي شكل هيئة للنزاهة وهي الآن تطارد الفاسدين، وهناك أوامر قبض في الطريق لمسؤولين ولوزراء ودرجات خاصة وغيرها. اسمح لي فقط حتى نتأخر على ضيفنا دكتور عبد السلام الطايب، أشكرك دكتور عبد السلام الطايب. هل ترى ثمة جدية هذه المرة مختلفة كما يقول يعني أنصار السلطة في الحملة على الفساد؟ يعني أنت تتابع والرأي العام يتابع أن قضية الفساد في العراق وصلت إلى درجة، الحقيقة درجة موت حياة أو موت، والكل بات يتحدث عن هذا الفساد الذي جعل الدولة العراقية شبه دولة ليست هناك الحقيقة من دولة. ولذلك قد تكون هذه وقفة جدية مع الفساد ومحاسبة الفاسدين، هذه المرة مختلفة. نعم، ابتداء أنا أحيي ضيفيك الكريمين أستاذ ماجد دكتور رافع ودكتور عبد الحميد، وكل رمضان وأنتم بخير. الواقع والوقائع اليومية تبرهن عدم جدية الحملة، لا بل إمعانها في تجذير ثقافة الفساد المصحوبة بثقافة اليد على الزناد من قبل الميليشيات الولائية حتى هذه اللحظة. هذا يعني أنه لا القدرات ولا الرغبات لدى الكاظمي ولا لدى غيره متوفرة لمكافحة الفساد. لذلك أصبح السير بهذا الطريق لا الهجوم عليه مضمون كما يقال، ولا الدفاع عنه مأمون، لأنه مقنن ومشرعا في نظام قضائي ولائي إيراني فاسد، وهو ليس قضية شخصية جنائية وإنما قضية إقليمية، مقنن ومشرعا بحيل قانونية ومذهبية لوعاظ السلاطين تلاقح فيها الشيطان الإيراني مع الأمريكي.
المحاصص هو المعممون في العراق، الآن أصبحوا هم أصحاب الامتياز الحصري في العراق، لذلك تم تعطيل قواعد الحوكمة الإدارية والمالية بكافة مستوياتها بالدولة. هذا أدى إلى شيوع الفساد، وشيوع الفساد أيضا من الصعب محاربته، لأنه ليس شخصيا كما أشرت وليس جنائيا فقط ضمن القوانين العراقية، لأنه مرتبط بحيل مذهبية، نظرية المالك المجهول، فلسفة المالك المجهول لأموال الدولة، أي عدم ملكية الدولة لهذه الأموال وفق النظرية الولائية الخمينية وتداعياتها على ظاهرة الفساد، بمعنى تعطي أو تشرعن السرقة والاختلاس. فلا علاج للمشكلة العراقية هذه إلا بإزالة كما يقال تنفس إبليس إيران بالحكومة والعراقيين، ولا يتم ذلك إلا من خلال اللجوء إلى من يخشاهم إبليس. الفساد ظاهرة سياسية حكومية إقليمية وليست اجتماعية، ثوار تشرين وكوادر العراق المهجرين. لكن دكتور الآن اسمح لي دكتور، الآن القضاء هو من يتولى ملاحقة الفاسدين، القضاء هو صاحب الكلمة الفصل في قضية الفساد، إنهاء الفساد، لجم الفساد، التصدي للفساد. هل تعتقد أن القضاء سينجح فيما فشلت فيه السياسة؟ أستاذ ماجد، يعني نحن نعرف هنالك القانون، والقانون العام مثل قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69 المعدل، وهنالك القانون الخاص مثل الفتوى. عندما يصبح القانون الخاص أكثر قوة وإلزاما من القانون العام، في هذه الحالة يعجز القضاء عن اتخاذ أي إجراء. قانون واحد أو فتوى واحدة قادرة على تعطيل القوانين. ثم أن القضاء نعم حصل فيه تغيير في الوجوه، ولكن المسألة مرتبطة بفلسفة وإيديولوجية الدولة، نظرية المالك المجهول، كيف سيعالجها القضاء في ظل نظام يحكمه القانون الخاص ويسير بالفتاوى. وشكرا. نعم دكتور عبد الحميد العاني، العبادي في عام في دورته في العام 2018 او 19 تحدث انه الحرب على الفساد في العراق أصعب من الحرب على قوى الإرهاب، أصعب من الحرب على تنظيم داعش. هذه الحملة على الرغم من عمرها الطويل من عدة سنوات، لكن لم تثمر على أي نتائج. فعلا القضية صعبة، أنها أصعب من الحرب على الإرهاب كما يقول العبادي. هي يعني هذه هي المآل إليه، بسبب مثل ما ذكر الأستاذ عبد السلام قبل قليل، لا يوجد إرادة ولا قدرة. من الذي يحارب الفساد؟ هل الفاسد هو الذي يحارب الفساد؟ فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه. المسؤول اليوم عن محاربة الفساد، أو الذي يعلن عفوا، لأنه لا يوجد أحد مسؤول عن محاربة الفساد، الذي يعلن عن محاربة الفساد وهذه الأرقام وهذه الأعداد، هو ذاته منغمس بهذه الملفات، ملفات الفساد. وهذا ليس اتهاما من معارضين مثلا أو شركاء آخرين، بل باعترافهم أنفسهم، أصحاب هذه العملية السياسية هم ذاتهم اعترفوا على لسان العشرات منهم بأن الفساد يعم الجميع ولا يستثني أحدا. ولذلك هذا الذي ذكرته قبل قليل في أسئلتك للأساتذة الضيوف، هذه الأعداد الكثيرة التي لوحق بها الفاسدون والتي أعلن عنها، يعني في بداية هذا العام أعلنت كذلك حكومة المال الكاظمي أنه الملاحقة أكثر من 300 شخصية وإلى آخره. من أين الآثار؟ أين آثار هذه الملاحقات وهذه الإعلانات التي نسمع بها بين الحين والآخر؟ هل تم فعلا محاسبة أحد من هؤلاء الفاسدين محاسبة حقيقية، أم تم التضحية ببعض الكباش هنا وهنالك ككباش فداء لتبقى مسيرة عملية الفاسدين الكبار كما يعبر عنهم حيتان الفساد، لتبقى مسيرتهم مستمرة، ولتبقى هذه العملية السياسية التي هي المظلة الكبرى قانونية وسياسية تسير بفاسديها وبمجرميها، ولتستمر سطوة إيران ونفوذها وتدخلها في كل الملفات
الذي أصبح الفساد هو جزء أيضا من أهم الملف المصادر، مصادر تمويل إيران وتدخلها أيضا وتنفذها في العراق. لهذا كله هذه هنا تأتي قضية الصعوبة، لأنه لا يوجد لا إرادة ولا يوجد قدرة. نحن نتحدث كما في كل مرة من خلال هذا البرنامج المبارك، نحن نتحدث عن منظومة من المشاكل كلها متداخلة مع بعضها البعض، المسؤول عنها فقدان الإرادة الوطنية. لا، نحن نحتاج إلى حل جذري، ليس لا بالورقة البيضاء ولا بتشكيل لجنة هنا ولا هناك، وإنما نحتاج إلى هدم هذا الهرم من أساسه، هرم الفساد، والذي بات مظلة لكل الملفات الإجرامية والتي تنعكس آثارها على الشعب العراقي في كل ميادين الحياة، كما أشرت في بداية كلامي، سواء كانت السياسية أو كانت الاقتصادية أو الخدماتية. فبسبب هذا الملف، ملف الفساد، وجدنا أن هنالك كممت الأفواه وطورد المعارضون، طورد الشرفاء وحورب المصلحون، وكذلك سلبت الخدمات من الناس، فلا تعليم ولا صحة ولا أمن ولا أمان، فضلا على أنه الملفات الأخرى التي هي الدماء، دماء الأبرياء التي تسفك يوما بعد يوم، ويغيب الأبرياء نعم. في السجون، في غياهب السجون وتعذيبهم وغير ذلك من الأمور. نعم دكتور رافع، دائما قوى العملية السياسية، الحكومات المتعاقبة، تتحدث عن صعوبة المعركة مع ضد الفساد، وأن هذه معركة ليست سهلة، وكما قال العبادي المعركة مع الإرهاب أسهل من المعركة على الفساد. هذه التصريحات أو المواقف، هل تعني أو رسالة للمجتمع أنه عليكم التحلي بمزيد من الصبر، والقضية ستأخذ يعني وقت طويل، أعواما وربما عقود، وعليكم أن تصبروا، أم هو عملية تيئيس للمجتمع، وأن المعركة مع الفساد يعني الحقيقة ربما سنفشل فيها، وعليكم أن تقبلوا بهذا الواقع لئلا يأتيكم واقع أسوأ منه؟ يعني بداية هو المجتمع يعرف، أستاذ ماجد، الشعب، أنا أقصد الشعب، يعرف أنه هناك يأس من هذه، كل هذه القوى التي حاكمة للعراق من أن تحارب الفساد، لأنه هي قوى فاسدة. يعني أول سؤال يطرح عندما كنا نتحدث عن تجربة سنغافورية قبل قليل، أنا قلت أن تطبيق السياسات مكافحة الفساد على كل من يثبت عليه الفساد، ليس هناك تمييز، هذا غير موجود لدينا. إحنا الفساد لا ينفع معه سياسات ترقيعية، نجيب 58 واحد ما أعرف إيش قد العدد، لكن وإحنا نعرف أنه الأحزاب كلها فاسدة، وعلينا أن نسأل الأحزاب من أين لك هذا. يعني كل هذه الأحزاب الآن الحاكمة للعراق، ونكون يعني نتحدث بواقعية، من أين لها هذا الكم الهائل من الإمكانات؟ مين؟ هذه هي أحزاب جاءت حافية للعراق من عام 2003، وكنا نعرف، وكل الشعب العراقي شاهد على ذلك. من أين لها كل هذه الثروات الهائلة؟ مليارات تتاجر بها الآن، تدخل في الاقتصاد، لديها منافذ حدودية، لديها موانئ، لديها أرصفة، لديها مطارات، لديها كل شيء، لديها أساطيل، لديها آبار نفطية. هاي المشكلة هنا. لذلك الحديث عن، هم يتحدثون دائما، يعني حتى في القضاء الكاظم يتحدث، جئنا بالأكفة، يعني في لجنة مكافحة الفساد جئنا بالأكفة. نحن لا نحتاج للأكفة، نحن نحتاج الأجدر، لأنه الأجدر لا يمكن أن يكون فاسدا. الأجدر إذا كان فاسدا فهو ليس الأجدر، لكن الكفوء ممكن أن يكون فاسد. فالكفاءة الآن عندنا وزراء، هو نعم هو حاصل على شهادة دكتوراه بالاقتصاد أو بغير شيء، ويحكم وزارة معينة، لكن هو فاسد، هو لا يتمتع بالنزاهة. فبالتالي لا نحتاجه، نحتاج إلى الإنسان الأجدر. لذلك الشعب يائس من هؤلاء، هذه الطبقة السياسية انحكمت وظلت، لأن الخلل في القوانين، في التشريعات، في من يحكم البلد، وبالتالي لا يستطيعون السيطرة على ذلك. دعني أقول لك مثال بسيط، يعني عندما تخرج ميليشيات إلى الشارع، نعم، وكل هذه القوى الأمنية، وأنت عندك 17 جهاز أمني، لا تستطيع أن توقف هذه الميليشيات في استعراضاتها بالشوارع وفي العاصمة نفسها، هل تستطيع أن توقف هذه الأحزاب وتسائلها من أين لك هذا، وكيف يعني تلعبون بالأموال؟ هذه الأموال التي في كل يوم في مزاد العملة بالبنك المركزي، من أين يعني؟ لماذا لا أحد يتساءل؟ نعم.
الآن الموازنات هذه، كل الأرقام مال الموازنات التي تطرح ولا أحد يناقشها ولا أحد يقول أين هذه المشاريع من عام 2006 إلى عام 2014، هذه الفترة اللي حكم فيها المالكي، هناك أكثر من 190 مليار دولار صرفت على مشاريع وهمية ولا أحد يتحدث عنها. هذا كله جزء من عدم القدرة، عدم وجود إرادة وطنية وإرادة سياسية لمكافحة الفساد، لأنه القائمين على هذا الموضوع الذين يدعون أنهم قائمين عليه لا يمكن يكون هذه الإرادة، هم فاسدين. شكرا دكتور لك وللضيفين، نتوقف عند هذا الفاصل القصير، بعد ذلك نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة عن الحملة الحكومية على الفساد والفاسدين في العراق. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، تبحث الحلقة حلقة الليلة في الحملة الحكومية على الفساد وآفاق وحظوظ نجاحها. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني والدكتور عبد السلام الطائي. دكتور عبد السلام الطائي، هذه الحملة على الفساد إذا ما قدر لها أن تتواصل بهذا المسار أو بمسار متصاعد، إلى أي نقطة يمكن أن تصل؟ بمعنى هل ستقضي على الفساد؟ هل ستخفف من غلواء هذا الفساد؟ هل ستحاصر على الأقل الفاسدين صغار في البداية وصولا إلى الفاسدين الكبار؟ يمكن أن تصل إلى نتيجة ما؟ أم يعني كما الحقيقة قدمتم في الفصل أو الجزء الأول من الحلقة محكوم عليها بالفشل هذه الحملة؟ نعم، الفساد في العراق هو فساد إقليمي وليس فساد محلي يدار من قبل الدولة. الفساد في العراق مرتبط بفلسفة الدولة، فلسفة الدولة تسير من قبل نظام كهنوتي، نظام لاهوتي، لا يوجد قانون بل توجد فتاوى. ولذلك حتى في ما يخص دكتور عبد السلام اسمح لي، هناك هيئة حكومية، هيئة النزاهة لمكافحة الفساد شكلها الكاظمي، وهناك أيضا لجان برلمانية لمتابعة الفساد، وهناك كلام كثير يعني أيضا هيئات غير حكومية كلها منصبة على ملاحقة الفساد. يعني على الأقل هناك خطوات وإن كانت خجولة وإن كانت بسيطة، لكن كمن يضع أو وضع قدمه على الطريق. نعمل ذلك، ولكن بغض النظر عن المستقلين من هم لهم سند حكومي وقانوني في الدولة، إذا ما استطاعوا الاقتراب من ملفات فساد الحيتان لن يكون مصيرهم أفضل ممن سبقوهم. الفساد في العراق وموضوع داعش وموضوع الميليشيات، أنا في تقديري إذا أردت أن تعرف العدو من الصديق فعليك أن تتتبع أين تتجه السهام العدو. الميليشيات والداعش لازلتا متجهتان ضد مكون معين، السنة في الطارمية وجرف الصخر. هذا يعني أن الدولة مسيرة من قبل النظام اللاهوتي العميق داخل الدولة العراقية ومن قبل دولة إقليمية. داعش ولا الميليشيات، وإن كانت داعش كما تدعي أنها سنية، لم نسمع يوما منها أنها وجهت إطلاقة رصاصة واحدة ضد إيران ولا ضد قرداحة في سوريا ولا ضد حلب. لذلك في اعتقادي أن الآن الجهات التي تتولى عملية الفساد بما فيهم المالكي ومن سبقه، طالما هنالك قوى إقليمية
أكبر من القوة المحلية وقوة القانون لا يمكن أن يكتب لهما النجاح، ولا تنهي عن خلق وتأتي مثله نعم عار عليك إذا فعلت عظيم. الفساد هنالك فساد بسيط وليس لا يتعلق بالحيتان الكبيرة، ولكنه لكونه مقنن ومشرعا بحيل مذهبية مثل المخدرات، الجنس الأبيض السفري الذي يتجول في المناطق نعم الدينية. نعم طيب هذا لا يستطيع القضاء عليه؟ هذا لا يخص ملفات الفساد الاقتصادية، اغتصاب الفتيات في دور الأيتام، رفع علم المثليين على مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، أين المعممين؟ أحد رؤساء الكتل المعمم يعطي إرشادات ونصائح للشباب للتستر لا لمحاربة جرائم اللواطة والمخدرات والدعارة. من يحارب الفساد في العراق اليوم هم جزء من منظومة الفساد، فلا تنهي عن خلق وتأتي مثله. لذلك من الصعب على الكاظم نعم ما إن استطاع أن يضع حدا للميليشيات المنفلتة، وأن على استطاع ذكر أن يسيطر على المنافذ الحدودية عفوا، نعم حين ذلك تكون تباشير خير في مشروعه نعم للقضاء على الفساد. آسف، نعم تفضل. أشكرك على ذكر الميليشيات. دكتور عبد الحميد العاني، الآن حملة الكاظمي تعتمد على أدوات القانون والقضاء، مذكرات أمر القبض، ملاحقة الفاسدين عن طريق القانون كما ذكرت، مذكرات أمر القبض. ماذا لو أن هذه الأدوات القانونية والقضائية كانت عاجزة ولم تؤتي كلها؟ هل تتوقع أن الكاظمي يملك الجرأة والجسارة والشجاعة على استخدام القوة الخشنة مع الفاسدين الذين يملكون ميليشيات مسلحة وسلاح منفلت؟ نصل إلى هذه النقطة متوقع؟ يعني بداية كما قلنا في حديثنا أو الجزء السابق من الحديث في هذه الحلقة، أنه لا يوجد إرادة حقيقية. القضية هنالك في العراق تعلمنا أن هذه الحكومات، طبعا الكاظمي لا يختلف عن الحكومات السابقة، مجرد فقط تغيير وجه والا النهج واحد. اسمع لي دكتور عبد الحميد، نعم اذا كانت ليست هناك نيه صادقه ولا اراده ولا رغبه، اذا هذه الان الضجيج الذي يملا سماء العراق عن الحمله الامنيه لمكافحه الفاسدين واعتقال فاسدين ورئيس حزب الحل واخرين، وهناك ايضا مذكرات امر القبض في الطريق ستصدر، اذا ما الغايه منها؟ وهذا قلنا نحن في بداية الجزء السابق وأيضا نعم سنكمل، أنه القضية قضية هو تسقيط سياسي نعم وصراع، وهي دائما مرتبطة مع كل مفصل من مفاصل هذه العملية أي الانتخابات، ولذلك هذا كله هو في إطار هذا التسقيط والتنافس نحو الأفسد، نحو مرتبة الأفسد. لا هذا ولا من قبله استطاعوا أو فحققوا شيئا. نحن نتكلم الآن عن أرقام من تذكر في الإعلام، ولكن على أرض الواقع لا يوجد شيء، لأنه تعلمنا منذ بداية هذه الحكومات السابقة، وكما قلت قبل قليل، الكاظمي هو ليس بشيء جديد عن من سبقه، هو مكمل لمن سبقه، وهو نسخة كما يعبر عنه كوبي بيست، نسخ ولصق عن الحكومات السابقة. هذه الحكومات هي مجرد فقط تعلن ولكن لا تطبق، لأن هنالك ازدواجية، انفصام بين ما يعلن في الإعلام وبين الواقع، انفصام بل قل التضاد بين الشعارات التي ترفعها هذه الحكومات وبين ما يسير وما يراه الشعب العراقي. فهذه الأرقام الكبيرة التي يعلن عنها، لكنه نحن نرى على أرض الواقع أنه لا يزال الفساد يتغول. فحتى فرضية، نحن نتكلم الآن عن إرادة، وربما يقول لنا معترض أن الإرادة قضية في القلوب وكيف كشفتم عنها، نتكلم عن واقع الذي يعبر عن هذه الإرادة. لو كانت هنالك إرادة حقيقية لترجمت هذه الإرادة إلى أفعال، ونحن لا نجد أفعال حقيقية، بل نجد فقط شعارات، ونجد فقط أيضا أسماء لا تؤثر على الملف الحقيقي، ملف الفساد، فضلا عن الملفات الأخرى. فمن ذكرتهم مثلا في سؤالك أو في مطلع الحلقة، هو لن يزاح ولن تعاد الأموال إلى الشعب العراقي، لن يتحسن أبسط ملف، لن يتحسن ملف الكهرباء وإن اعتقلت آلاف
من ذكروا من الأسماء ومن الأرقام التي اعتقلت، لأنه سيستمر، سيزاح هذا الفاسد ويؤتى بفاسد آخر، وإن أزيح هذا الفاسد فسيبقى الفاسد الأكبر الذي قلنا عنه حيتان الفساد المتنفذة، والتي تحميها الميليشيات التي هي تسيطر اليوم، القوة اليوم أو الكلمة اليوم للقوة الميليشياوية وليست للإرادة أو الشعارات السياسية التي لا الكاظمي ولا غيره يرفعها. ومن ورائهم كما أشار أيضا الأستاذ عبد السلام جارة السوء إيران التي تريد أن يبقى الأمر هكذا وتريد أن يبقى العراق أبا لينتقل العراق من خراب إلى خراب. فلذلك سنناقش هذه النقطة، نقطة كاملة. البعد الإقليمي أو الدولي في قضية الفساد في العراق. دكتور عبد الحميد أشكرك. دكتور رافع الفلاحي، هناك من يربط بين هذه الحملة وبين الدعاية الانتخابية، هناك انتخابات ستجرى في الشهر العاشر تشرين أول، وأن هذه الحملة ليس يعني لا تعدو كونها مجرد دعاية انتخابية مسبقة. لو سلمنا بسوء النية هذه، من يربط بين الحملة وبين الدعاية الانتخابية، هل تعتقد أن هذه الدعاية الانتخابية مفيدة لحكومة للكاظمي عفوا الذي يتطلع أيضا لدور في المرحلة القادمة، ستعزز حظوظه في الفوز، تقنع الرأي العام بالتصويت للكاظمي على أنه محارب شرس الفساد؟ يعني هو يعتقد هكذا، ربما يفكر بهذه الطريقة، لكن يعني هذا اعتقاده خاطئ وهو في وهم كبير. سأقول لك لماذا. نعم. هو في البداية يعني كانت من أولى يعني برامجه اللي طرحها قال مكافحة الفساد، قال سأعطيها أولوية كبيرة، والآن مضت أكثر من سنة على وجوده بالحكم وماضين إلى انتخابات يسمونها انتخابات مبكرة في الشهر العاشر القادم، فلا بد أن يفعل شيئا باتجاه هذا. هو لا يستطيع أن يفعل شيئا في الملف الأمني، هناك من يخرق والناس ترى كيف الميليشيات تتحكم بالعراق، السلاح المنفلت الذي قال أنه سيعالجه لم يستطع أن يعالجه، قضية الميليشيات لم يستطع أن يعالجها، البنى التحتية لم يستطع أن يعالجها، كل شيء لم يستطع أن يعالجه، قضية قتلة المتظاهرين لم يظهرهم. دكتور هو اسمح لي دكتور رافع، الرجل كان واضحا وصريحا مع الرأي العام في العراق منذ توليه رئاسة الحكومة، وقال أن حكومته أو هو لا يملك عصا سحرية لجبال من المشاكل الموجودة في العراق. نعم، هذا واقع حال. نعم. لا يستطيع أحد أن يمتلك هذه العصا السحرية، لكن عندما تتولى شؤون دولة معينة وتعرف كل مشاكلها يجب أن تكون قادر على التصدي لهذه المشاكل عندما توعد تنفذ. هذه القضية. أما أن تتولى المسؤولية وبعد ذلك تتهرب منها بادعاء أنك غير قادر، لأن قوى أنت من البداية يعرف الكاظمي أنه هذه القوى هذا شكلها وهذا وضعها، وهي التي يعني على ذكر واقع الحال هي التي جاءت به إلى سدة الحكم، فبالتالي وباتفاقيات معينة، وقالها أكثر من واحد، قال إن اتفقنا معه على برنامج معين عليه أن ينفذه، وإذا ما نفذه خليه يخرج. نعم. هذه واقع الحال، لكن هو كان شعاراته كثيرة وأحاديثه كثيرة واستعراضاته كثيرة، فمن ضمنها مكافحة الفساد. مكافحة الفساد لا تجري بهذه الطريقة، تحتاج إلى إرادة حديدية، تحتاج إلى قوى وطنية، تحتاج إلى قوى ساندة يستطيع ويحاسب الجميع، أحزاب وقوى ولا فضل لأحد عليه، هل يستطيع الكاظمي؟ فبالتالي هي هذه جزء من حملة بروباغندا، حملة دعائية للوصول للانتخابات مثل ما قلت حقيقة. وبالمناسبة يعني دعني أقول شيئا، ربما سمعت حديثا عن جارة السوء إيران. نعم، إيران لها جزء كبير في تغول الفساد، في تغول الخراب، في تغول كل شيء، لكن هذا لا يمنع من القول أن القوى الداخلية الحاكمة ليست قوى يعني مغلوبة على أمرها، وهي يعني ربما تكون وطنية، ربما تكون تريد أن تتخلص من الفساد، لكنها لا تستطيع بسبب التغول الإيراني. لا. نعم. هذا غير واقع الحال، هي جزء من هذه المنظومة، هي جزء من أدوات الخراب. لا يعني إيران ما كانت تتغول بفسادها على العراق لولا وجود الفاسدين. أشكرك دكتور. ما كانت
خلينا اشكرك بهذا الشكل السيء لولا وجود السيئين. نعم اشكرك. واضح دكتور عبد السلام الطائي، الآن الحملة جارية وقائمة في العراق، إذا هذه الحملة الحالية انتهت إلى ما انتهت إليه الحملات السابقة أيام العبادي والذي قبله والذي يعني بعده، لم تسفر عن أي نتائج ملموسة، لم يرى المجتمع أي نتائج على الأرض، ثمار على الأرض، لم تنعكس على حياة الدولة في العراق، كيف سيكون موقف الكاظمي أمام الرأي العام في العراق؟ ماذا سيقول؟ نعم، هو الحقيقة إثارة ملف الفساد قبل كل دورة انتخابية هو عملية استعراضية وليست محاولة لغرض العلاج، والشعب العراقي عرف هذه المسرحية الهزلية اللي يمكن أشبهها بحركات شارل شابلن، يعني كنا نفهم من حركات الصامتة نفهم المعنى والمرامي، فلا الهجوم ولا الدفاع بات مأمون ومضمون عن الحيتان من قبل الانتخابات طالما لديهم غطاء إقليمي. الكاظمي إخراجه لا تتم إلا بطريقتين، في حالة فشله في معالجة الفساد حقيقة أمامه خياران، أما اللجوء إلى برلمان الشارع إلى ثوار تشرين، وإما الابتعاد عن الدافع الأساسي والمحرك الأساسي للفساد هو إيران، كي لا يقع في مطب من سبقه عادل عبد المهدي وغيره. هذه الحركات الحقيقة أنا في تقديري لن تنجح، ولابد إذا كان جادا أيضا أو قادرا عفوا لربما يكون لديه بعض الجدية عليه أن يقوم بتفكيك وإعادة تركيب دولة المواطنة التي تحولت إلى دولة المحاصصة، يعني يلتفت إلى الوزارات، يلتفت إلى الدستور، يلتفت إلى التشريعات التي تمس كرامة ومكانة الأسرة والعشيرة، يلتفت إلى تطبيق نظام الحوكمة. هذه الأمور إذا استطاع الكاظمي القيام بها أستطيع أنه سوف يتقدم، سوف لن يعالج معالجة كاملة وشاملة، ولكنه سوف يتقدم خطوة، وسيكون الشارع العراقي وحتى العربي والإقليمي سندا له بهذا المجال. ولكن بحكم المتغيرات الحالية الموجودة والضغط الإيراني ومحاولة الكاظمي مغازلة إيران ودول جوار أخرى أو الولايات المتحدة الأمريكية أظن لن تجدي نفعا. نعم دكتور عبد الحميد العاني، برأيك إلى أي حد البعد الإقليمي أو الدولي في قضية الفساد، وطبعا العراق يعني ساحة للتدخلات الإقليمية والدولية، يعقد قضية الحرب على الفساد؟ يعني أنت تتابع وتقرأ وتسمع مسؤولين الآن موجودين يتحدثون عن أن إيران تعرقل وتمنع إقامة مصنع بسيط في العراق حتى تبقى السوق العراقية مفتوحة أمام منتجاتها، ولذلك هذا البعد الإقليمي الإيراني والدولي هو من يعقد عملية لجم الفساد التخفيف منه، فعلا الأمر هكذا؟ نعم، لكن اسمح لي قبل ذلك، حين سألت الأستاذ عبد السلام قبل قليل عن ماذا سيقول الكاظمي خطر في بالي يعني الآتي، أقول هو أمامه أمران، إما أن سيفوز في الانتخابات القادمة يستمر لدورة أخرى أو سيفشل، فإن فاز فإنه سيستمر في أكاذيبه وفي ادعاءاته وإعلاناته، وإن فشل طبعا هذا ليس علم غيب وإنما بحكم التجربة ممن سبقه، وإن فشل فسيلقي باللوم على الآخرين وأنه حاول ولم يستطع، هكذا فعل من سبقه وهو سيستمر فستستمر اللعبة. أما عن علاقة ودور جارة السوء إيراني وغيرها من في الملف الإقليمي على الدور الفساد، فكما قلنا قبل قليل الفساد له أبعاد كثيرة اقتصادية وسياسية وغيرها، جارة السوء إيران هي التي تقوم باختيار من يشغل هذا المنصب وهذا المنصب، يعني هي متنفذة ومسيطرة على الملف السياسي وهذا باعتراف السياسيين، ولذلك هي تحمي هؤلاء الفاسدين. نعم كما قال الدكتور رافع هم ليسوا ملائكة وإيران هي التي تمارس الفساد، بل هؤلاء هم أدوات هذا الفساد، فمن حيث العموم الفاسدون الكبار الحيتان الكبار
الكبيرة هي التي تعينهم إيران وهي التي تحميهم، أما الفاسدون الصغار والإجراءات التنفيذية للفساد فكثير منها ينتفع منها هؤلاء الأدوات، كما تنتفع منها إيران بشكل عام كملف اقتصادي. ومن ذلك ما أشرت إليه سواء من عدم السماح للعراقيين ليس فقط على صعيد المصنع، كل المشاريع، أي مشروع عراقي يراد منه تنمية الوضع العراقي الاقتصادي العراقي يعني على مستوى أشخاص وأفراد، إيران لا تسمح ذلك. لماذا؟ لأنها هي تريد أن تبقى مسيطرة على البلد من عدة جوانب، من جوانب السياسية ليبقى العراق في خراب، هي تريد تدمير العراق، تريد تفتيته اجتماعيا اقتصاديا أمنيا في كل النواحي، كما أنها هي تنتفع من هذا الأمر بأنها يبقى السوق لها مستحوذة عليه ويكون البديل لاحتياج الشارع العراقي لما تنتجه وتصدره إلى هذا البلد. فلذلك كما قلت قبل قليل الملف هذا متداخل مع الملفات الأخرى، لا نستطيع أن نتكلم عن ملف بمعزل عن الملفات الثانية، والملف الأساسي هو الملف السياسي. نعم. المنظومة التي هي من خلالها بات العراق في مهب الريح سياسيا اقتصاديا فساد إلى غير ذلك. دكتور رافع، قضية الحملة على الفساد القائمة حاليا من قبل حكومة الكاظمي، تعتقد أنها ستنتهي إلى ما انتهت إليه الحملات الأخرى والفساد سيبقى معافى وينخر في الدولة العراقية، وبالتالي هذه الحملة وغيرها لا يعول عليها أبدا؟ نعم بالتأكيد أستاذ ماجد، لأنه بالعودة إلى البدايات بذرتين بذرت من البداية هي الأساس في كل ما حصل من تدمير العراق، بذرة الطائفية، فكر الطائفي والتوجهات الطائفية، السياسات الطائفية، وبذرة الفساد. الطائفية تمزق المجتمع وتمزق الشعب وهذا ما فعلته، والفساد ينخر الشعب ويضعفه ويسرق أمواله. على ذكر، فلذلك لا يمكن علاجها، لأنه الوضع السياسي والعملية السياسية قائمة على هذه الأسس، هذه الأسس هي التي تقوم عليها العملية السياسية، وإلا ما كانوا تمسكوا بالعملية السياسية بهذه الطريقة، ولا ما تمسكت بها إيران وأمريكا، لأنها في غاياتها تؤدي إلى ضعف العراق. ودعني أقول أيضا، عندما سألت عن يعني مصنع تريد أن يقيمه العراق لا توافق عليه إيران، نعم هذا يحصل، لكن في نفس الوقت سأعطيك مثالا، يعني في عام 2014 قبل عام 2014 في حكم نوري المالكي جرى الحديث عن إنشاء مصفات للنفط، يعني بناء وتشغيل مصفات للنفط بطاقة 150 ألف برميل يوميا في ميسان، وكلفة هذه المصفات 6 مليارات و500 مليون دولار، أعطيت لشركة سويسرية عند التدقيق، وبعد ذلك وأخذت فلوسها وانتهت. فعند التدقيق ظهر أنه هذه الشركة وهمية، غير موجودة شركة في سويسرا بهذا الاسم، والشركة التي قدمت هذه المناقصة هي نفسها بهذا الاسم، رأس مالها 400 ألف دولار. كيف يمكن لدولة تعطي مشروع بست مليارات ونصف مليار، يعني 6.5 مليار دولار لشركة رأس مالها 400 ألف دولار، وبالتالي تطلع شركة وهمية؟ إذن نحن الفساد ينخر هذه المؤسسات التي تسمى حكومات. فبالتالي عندما يتعاضد الفساد الخارجي، أمريكا هي من أشاعت أولا الفساد، وإيران إقليميا أشاعت الفساد في العراق، عندما يتعاضد ويندمج مع الفساد الموجود في الداخل تصبح الكارثة كبيرة ولا يمكن التخلص من عدها بهذه الطريقة وبهذه السياسات. شكرا جزيلا دكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، كما أشكر ضيفينا الآخرين دكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، والدكتور عبد السلام الطائي أستاذ علم الاجتماع كان معنا من ستوكهولم في السويد عبر سكايب في حلقة الليلة التي بحثت وناقشت الحظوظ حملة الكاظمي الحالية على الفساد في العراق، حظوظها من النجاح طبعا. أشكر المشاهدين الكرام أيضا، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.